والآن نبدأ حلقتنا، بس قبل ما نبدأ طالب منكم طلبين: الأول الصلاة والسلام على نبينا الزين، الثاني الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاهدة الفيديو لآخره، ولو عجبك دوس لايك، ولو لك أي تعليق أو أي وجهة نظر اكتبها لي في التعليق وأنا إن شاء الله أرد عليها. أنا دلوقتي موجود في منطقة المكس، بصور لكم منطقة المكس على قد ما أقدر، هنشوف الجمال والحلاوة اللي فيها، بعد كده هنروح لمكان التقاء النيل ومصب النيل في البحر المتوسط، هنشوف دلوقتي مع بعض بداية منطقة المكس أهي. هنقرب شوية من البحر، نشوف منطقة زفير أهو، منظر طبعا الصبح رائع جميل قوي. آدي بحر المكس والصيادين وهم لازمين الصبح متوكلين على الله بيسترزقوا، منظر رائع جميل. والمكان اللي انا بكلمكم منه ده حصل له ايضا تطوير في التسعينات، كان فيه هنا بيمر قطر وكان فيه ترام الصخره كانت بتوصل لغايه هنا، اتشال كل ده طبعا واتعمل محور بيؤدي الى الناحيه الغربيه من ناحيه المكس، وده يعتبر المحور الرابع في اسكندريه، بل يعتبر اهم محور. ليه؟ لان المحاور اللي موجوده في المنطقه الشرقيه اللي هي المحور الجديد اللي هو محور المحموديه ومحور طريق الحريه ومحور الشاطئ او البلاش، دي ثلاث محاور اساسيه هناك موجودة، بحيث لو الطريق ده اختنق ممكن يعدي من هنا اللي جاي يمشي من هنا، انما محور المكس ده المحور الوحيد اللي بيؤدي الى المنطقة الغربية لو انت جاي من المنشية او محطة مصر، اما لو انت نازل من برضو المنطقة الغربية او من العجمي فبرضو بتعدي، لازم تعدي على المكس. وفي محور كمان اللي هو موجود عن طريق الدولي، ويعتبر شارع المكس هو محور اسكندريه من الناحيه الغربيه. اذا كان في هناك من الناحيه الشرقيه ثلاث محاور، محور المحموديه ومحور طريق الحريه ومحور الشاطئ، فده يعتبر محور رابع، واهم محور هو محور شارع المكس، لان ده المحور الوحيد اللي بيوديك على الناحيه الغربيه. في محور تاني بس عن طريق الدولي، عن طريق الدولي تقدر تروح المنطقة الغربية. لو انت جاي من المنشية او محطة مصر هتوقف نفس الاتجاه اللي انا واقف فيه، ولو انت نازل للمنشية او محطة مصر هتبقى في الناحية التانية. واحنا دلوقتي رايحين نشوف مكان التقاء البحر الابيض المتوسط بمياه النيل. لو انت الناحية اللي انا ماشي منها دي وانا رايح في الاتجاه جاي من كأني من المنطقة الغربية، إنما لو أنت جاي من المنشية أو محطة مصر هتلاقي على يمينك وأنت داخل المكس قرية سواحل المكس وفنار اسكندرية، وده مكان رائع جدا وجميل جدا زي ما أنتم شايفين كده فنار المكس، وبعدين تاخد نفس الاتجاه ده لغاية ما توصل لملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط. في الحالة اللي زي دي هتشوف ثلاث حاجات: أول حاجة التقاء النيل بالبحر المتوسط مباشرة، وبعدين في منطقة اللي هي ما بين المكس وما بين الخندق وبيسموه خندق الصيادين، وده يعتبر فينيسيا الشرق، والمنطقة دي جميلة جدا. يبقى احنا دلوقتي هنشوف ثلاث مراحل: المرحلة الأولانية اللي هي مباشرة التقاء النيل بالبحر المتوسط، وبعدين هنعدي على كوبري كده ونشوف التقاء المية وهي متدفقة وجاية من النيل وبتلتقي بالبحر المتوسط في المنطقة الوسطى، وبعدين المنطقة الأولى اللي فيها قرية الصيادين اللي هي دي تعتبر فينيسيا الشرق، ودي مكان الصيادين كانوا ساكنين فيه وادوهم منازل قدام شوية كده في نفس المكان في المكس، والمكان ده حاليا دلوقتي بيجهز ليكون مكان سياحي مهم جدا وجميل جدا جدا، ويعتبر كأنه فينيسيا الشرق. هنشوف دلوقتي حالا المكان دوت ونشوف احنا وصلنا لغاية فين. دلوقتي احنا عرفنا منطقة المكس وقد ايه هي اهميتها وقد ايه المكان ده جماله وقد ايه عبقريته. طيب احنا دلوقتي خلاص اهم حاجة احنا دلوقتي نفهم ان منطقة المكس دي الى جانب اهميتها المكانية برضو التقاء النيل بالبحر المتوسط بيكون فيها على ثلاث اجزاء وعلى ثلاث مراحل. المرحلة الاولى وهو جاي في مكان الخندق اللي انا حاولت اهو، ده المكان الساحر اللي انا بقول لكم عليه اللي هو ملتقى النيل بالبحر المتوسط، جاي من هنا
بيصب على المكان الاولاني اللي انا قريته. طبعا الهدد ده ناتج ان كان في هنا قريه اسمها قريه الصيادين، تم نقل القريه دي بالكامل وتسكنهم في المكان اللي قدامكم ده، في المساكن اللي قدامكم ده تم نقل مكان. السلام عليكم. اهو بعد كده في كوبري بيعدى من تحت الكوبري مكانه، بتعدي منه الميه، وبعدين كوبري كمان الميه بتوصل للبحر المتوسط زي ما احنا هنشوف حالا دلوقتي مع بعضينا. يلا بينا نشوف كده، يلا بينا. ادي اهو اهو المصب بتاع النيل في البحر المتوسط. هناخد لكم المكان دورة كاملة دلوقتي. شوف المكان دلوقتي دورة كاملة اهو. ادي الصيادين وهم متوكلين على الله. تم جمع الأنفال وتجهيز العمال من بنائين وحدادين ومساحين وعمال تراحيل وكذلك الأدوات اللازمة، وبدأ الحفر. وكان كل إقليم أو قرية أو بلدة تمر به الترعة له حصة ليحفرها ومقطوعية معينة لازم كل بلد تنجزها. فإذا انتهى كل إقليم من حفر حصته، يعني الإقليم اللي خلص حصته ينتقل بعده بعدته وعتاده إلى الإقليم المجاور ليساعده. وبعدين حصل، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر يا رب، توقف العمل في حفر ترعة المحمودية لمدة عام بسبب الطاعون. ربنا يبعد عنا جميع الأمراض وينجينا يا رب العالمين. ورجع الناس إلى بلادهم، ثم بعد عام عاد الناس مرة أخرى إلى موضوع الحفر. وبعدين استأنف العمل ورجع مرة أخرى، حيث اكتمل الحفر تماما في يناير سنة 1820، أي بعد حوالي 13 سنة من بداية الحفر، أي أن ترعة المحمودية عمرها تقريبا حوالي 200 سنة. ووصلت فعلا مياه النيل إلى الإسكندرية لتصب في البحر المتوسط عند منطقة المكس وعند ميناء الإسكندرية. والآن وبعد أكثر من 200 سنة جاء دور النقلة الحضرية لمحافظة الإسكندرية. جاءها الأمر بتغطية وردم ترعة المحمودية وترك أجزاء مكشوفة كبحيرات صناعية وأجزاء أخرى لإمداد محطات المياه لتوليد مياه الشرب بالإسكندرية، وعمل محور موازي لطريق الكورنيش وطريق الحرية. يبقى احنا كده بقى عندنا ثلاث محاور، محور الكورنيش ومحور طريق الحرية اللي هو جمال عبد الناصر، وبعد كده بقى معانا محور المحمودية. وأجريت عدة دراسات من جهات هندسية متخصصة أسفرت عن وجود عدة مراحل لابد أن تمر بها ترعة المحمودية حتى نحصل على المحور المطلوب الذي يسهل الحركة المرورية في الإسكندرية. أسفرت هذه الدراسات عن الآتي: أولاً ردم ترعة المحمودية، تهذيب الطريق الموازي على الجانبين، إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات،
إنشاء مواقف انتظار للأتوبيسات، تدشين جسر الأجزاء المكشوفة من الترعة واستغلالها كمنتزهات وممشى للناس، وعمل بحيرات صناعية، وتوحيد عرض الأرصفة، واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء. ويحمل هذا المحور اسم شريان الأمل، وأنا بسميه شريان الحياة، لأنه فعلا أعاد الحياة لإسكندرية بعد كتير من الأزمات والاختناقات المرورية اللي كنا بنشوفها، وخاصة لو أنت جاي من شرق البلد وداخل على وسط البلد في إسكندرية. وعمل أجزاء مكشوفة أخرى لتمد محطات الشرب بالمياه، مياه التنقية في الإسكندرية ومياه التحلية. واستغلال فرق المنسوب بين الجسر والترعة في عمل حارات مرورية منخفضة، وعمل كراري علوية، وإقامة منتزهات وكافيتريات وأنشطة ترفيهية متنوعة، إقامة دور للمناسبات ومساجد وكنائس على طول محور المحمودية. ومن الجدير بالذكر أن قيمة المصانع والأراضي التي كانت غير مستغلة على جانبي الترعة المحمودية تقدر بحوالي 2 مليون متر مربع، وتقدر القيمة التقريبية لها بحوالي 43 مليار جنيه. وفي النهاية فإن مشروع محور المحمودية حاسس بيه فعلا كل أهالي اسكندرية وكل زوارها اللي كانوا بيجوا من بره، قد إيه قيمة النقلة التاريخية. ولكم خالص تحياتي مستر محمد السيد السلموني.